مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. طالما رحب اليمنيون ببعضهم وبغيرهم وهم يتنقلون من بلاد إلى أخرى طلبا للرزق أو التعليم أو غيرها من الاهتمامات، تلين الأرض للمسالمين وتتواضع لهم الجبال العالية، تفتح لهم القلوب قبل الأبواب، ويرجعون إلى ديارهم محملين بالهدايا والذكريات، يتركون وراءهم مشاريع صداقات ويفتحون أبواب أمل. هكذا كانت حياة اليمنيين ومنهم أبناء مريس بمحافظة الضالع، حتى جاءهم محملا بالسلاح من لا يطلب الرزق وليس له وقت للنزهة ولا يريد أن يتعرف على أحد، كما أنه لا يعترف بأحد. وأمام ضيف ثقيل كهذا فإن الأبواب مغلقة والأرض قاسية والجبال عالية. يقاوم أبناء مريس على أبواب قراهم وفي الطريق إليها على قمم جبالهم وفي منحدرات أوديتهم بأسلحتهم الشخصية في معركة فرضتها عليهم واجبات الكرامة. وحين يقفون أمام النار سدودا منيعة بأجسادهم فإنهم لا يطلبون من أحد جزاء ولا شكورا، كل ما يطلبونه علاج جرحاهم ليتمكنوا من الاستمرار في الدفاع عن أنفسهم. عيسى الأصهب واحد من أبناء مريس، نقل إلينا قصته زميلنا محمد المريسي وأعدها للعرض الزميل وديع عطاء. نتابع ثم نعود. الضالع، بوابة الوحدة وعنوان الإباء. يخوض رجالها منذ عام معركة الحسم لصالح الدولة والشرعية في جولات كر وفر بما تيسر لهم من إمكانات وتسليح. ومن لا تقتله رصاص المواجهات قد تناله ألغام الحقد التي زرعها الإنقلابيون. قدمت الضالع حتى فبراير 2016 قرابة 800 شهيد وأكثر من 1000 جريح، ولا تزال تخوض بصمت معركتها الوطنية. كل يوم يمر يسفر عن معاناة حقيقية يعيشها جرح المقاومة في الضالع. جرحانا يعانون من نقص في الإمكانيات وفي العلاجات، وبحاجة إلى مستشفى ميداني إلى جبهة مريس، وكذلك نعاني من نقل الإصابات. قد تم علاجنا على حساب الأهالي، نجيبهم الخاصة ونفقاتنا الخاصة إلى نصف المرحلة، ونريد إكمال المرحلة. فأنتم ترون جرحانا الذين يعانون من المرض ومن الإصابات، وكل ذلك على نفقات أهل المنطقة. الجرحى يتعالجون من نفقاتهم الخاصة وفاعلين الخير فقط. حالة من الإصرار والكبرياء تتجاوز الآلام التي يعانيها الجرحى الأبطال، يتسامون فوق جراحهم ويتحدثون بكبرياء عن رغبتهم في العلاج ليس لأجلهم بل للعودة إلى ميادين البطولة. بزني لغم في قبل مطرح، زرعوها كلاب الحوثة وعفاش، وصلنا القاع وصلنا ناضل حتى نبتك إربا يرحلوا ما معهم بلادنا. عيسى أحمد صالح الأصهب من أبناء مريس الصمود، أحد رجال المقاومة فيها، أب لطفلين، ونموذج لحالة الافتقار للدعم الحكومي للجرحى. بات رهن دعامات حديدية قيدت حركته وأقضت مضجعه بانتظار التدخل اللازم لإنهاء معاناته. لي أكثر من جارين والجراح ما زال على ما هي، لن أستطيع أقوم حتى أبز شربة ماي. عيسى واحد من مئات الجرحى في جبهة مريس وأخواتها، خاضوا المعارك ببسالة وبما توفر من سلاح شخصي وبعض الدعم اليسير، وبمسؤولية وثبات أدوا ويؤدون واجبهم تجاه الأرض والوطن. هم اليوم في حاجة ماسة وملحة لأبسط وسائل الإسعاف للإفلات من مصير الموت نزفا. جراح عيسى شاهد حال على ذلك. إصابتي الساعة 11:30 بالظهر، وتم إسعافي الساعة 3 والعصر، نقلوني إلى قاطبة، من قاطبة الضالع يعني نجد مستشفيات إلا بعدين، يعني عندنا ما فيش مستشفيات حكومية أو كذا، أو المستشفيات في مديرية دمت، ودمت مغلقة علينا. بعضهم من مات بسبب النزيف،
بسبب كذا بعضهم جلس من 5 ساعات أو 6 ساعات لن يقدر أحد يوصل له حتى توفي من النزيف، وهذا الذي نحن نشكي منه كجرحى. حالة التقصير الحكومي في علاج الجرحى واضحة، ويبدو أثر ذلك جليا على أجسادهم، إذ يضطر الأطباء لبتر أطراف الجرحى عند العجز عن علاج الجروح المفتوحة جراء إصابات في المواجهات أو تلك التي نتجت عن الألغام التي تزرعها الميليشيا في المناطق التي يدحرون منها. به منهم من هو مبتوك رجله، به منهم من هو منقوش نقش في شظايا يعني هاونا، في منهم من هو يعني ما فقد الذاكرة مصطاب، يعني كثير الجرحى حالتهم مزرية جدا. نسأل الله الشفاء لهم. لدينا 4 حالات بتر كترجيل و50 حالة حرجة، ويعني و50 حالة معاقين و50 حالة حرجة، فنطالب الدعم الرسمي والدعم الشعبي، ونطالب كذلك من فاعلين الخير ومن التحالف ومن الحكومة الشرعية بتوفير لهؤلاء أرجل صناعية نعتني بهم، فهم قدموا أنفسهم وأرجلهم في سبيل الدفاع عن الوطن وعن بلادهم، وهم مستعدين أن يلبسون الرجل الصناعية وبدونها ويعودون إلى المعركة. شهران مرة كسنوات عجاف، وعيسى وأمثاله يتصبرون على أمل أن يطرق أبوابهم داعي الحكومة للسفر للعلاج. شهران وربما تزيد طالما الإهمال مستمر والأعذار تتكرر، وخطر البتر والتعفن باتا كابوسا يلوح كلما تأخرت الحكومة عن أداء واجبها تجاه الجرحى الأبطال. كما ترون شهرين ولا في أي تحسن، بعضهم من تضمرها أقدامهم، بعضهم من بتروها، يعني وهي تحتاج علاج لكن ما فيش إمكانيات يرجعوا يبتروها. كأبطال يتعالى الجرحى على ما بهم من وجع، وفي مناشداتهم وأحاديثهم إلينا كان تركيزهم على ما تحتاجه الجبهة أكثر من الحديث عن أحوالهم الشخصية. يريدون العلاج ليس لأجلهم، بل لأنهم يريدون العودة للجبهات ليستكملوا ورفاقهم تطهير المحافظة من الميليشيا الدخيلة، وما يطلبون ليس أكثر مما يقدمون. ونطالب منهم أن يهتموا بالجرحى لكي نعود نقاتل. نناشد الحكومة الشرعية ونناشد محافظة المحافظة بالدعم اللوجستي والدعم العلاجي لجرحانا، فهم فلذات كبادنا، فهم قدموا أنفسهم وقدموا قطرات دماءهم الغالية من أجل الدفاع عن مريس والدفاع عن عدن والدفاع عن الجنوب والدفاع عن اليمن كله. إذا ما تهتم شيء البناء الحكومة من سيهتم فينا؟ نحن نقاتلنا من أجل استعادة وطن، من أجل استعادة الشرعية للوطن. لا نطالب منهم مالا أو كذا، نطالب منهم أن يعالجونا فقط لأجل نرجع إلى جبهات القتال. خسرنا أقدامنا وإن شاء الله سنخسر أبناءنا وروسنا وكل ما نملك على اليمن الحبيب. يسيرة هي المواد التي وصلت لإغاثة المتضررين جراء الحرب، لكنها لم تكن كافية، فالحاجة والعوز أكبر وأكثر. ندعو إخواننا في التحالف البند والتعاون مما نعانيه في مواجهة أولئك الطغاة البغاة الذي جاءوا للاعتداء على بلدنا وعلى وطننا. واقع الحال يتجاوز حاجتها الآنية للإغاثة، فهي من أكثر المحافظات حرمانا من الخدمات الضرورية والأساسية، وهي لضرورات الحياة المستدامة أكثر حاجة من سواها. الحشا نموذج تمثل احتياج معظم مديريات الضالع 9. انعدام تام لكافة الخدمات التي تمثل يعني تمثل وجود للدولة في 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 مديرية الحشاء، يعني الأشياء الأساسية لا توجد. إذا أراد يعني الناس أن يأخذوا أي خدمات فإن كل شيء بعيد عنهم. حالة صعبة تلك التي يعيشها أزيد من 600,000 نسمة، هم تعداد سكان الضالع، وفي ظل هذا الوضع تصبح أوضاع الجرحى مركبة وظروفهم معقدة، ويكونون في مسيس الحاجة لتدخل عاجل وسريع للحد من معاناتهم. فمن أصدق قولا وفعلا ممن بذل دمه وروحه فداء لأجل الوطن. كم كنا ولا نزال نتمنى ألا تراك قطرة دم إضافية اليمني، لكن شلال الدم اليمني لا يزال ينزف منذ أعوام، منذ أن انطلقت أولى صرخات الموت، وحتى الآن لا يزال اليمني يدفع من دمه وماله
ثمنا لتلك الحماقة، ويا له من ثمن باهظ. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي فيصل الحميدي، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي عبر سكايب المحامي والناشط الحقوقي فيصل الحميدي الخبير في القانون الدولي العام. مرحبا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. عرضنا قبل قليل فيلما حكى جانبا من معاناة جرحى في مدينة الضالع، هاجمتهم الميليشيا إلى قراهم وتعرضوا للإصابة برصاص قناصة أو بانفجار ألغام، يعانون الآن من آلام جراحهم دون مساندة من الجهات الرسمية. نسألك أولا عن الضمانات القانونية للحق في الصحة والعلاج لجرح الحرب. أهلا وسهلا، عموما أزجي لكم التحية على الاهتمام بهذه القضايا الأخلاقية التي تبدو من الوهلة الأولى أنها أبعد من البعدين عن المعترك السياسي، والاتجاه نحو العمل الحقوقي والإنساني هو عين الصواب، وأنتم مرآة لذلك. بداية لابد من مقدمة قبل الدخول في موضوع الضمانة القانونية. تفضل. أنا أؤكد أن اليمن في حقيقة الأمر تفوقت أخلاقيا ونظريا من خلال توقيع على 46 اتفاقية دولية، وهذا يعد كم هائل من الصكوك والمواثيق الدولية، لكنها في حقيقة التطبيق تبدو مهلهلة، لأن التطبيق هو المعترك الصحيح لتنفيذ تلك الاتفاقيات، وكل اتفاقية دولية وصك دولي نص في منتهاه على التزام الدول الموقعة والمصدقة على هذه الاتفاقيات بتنفيذها على أرض الواقع وانعكاس ذلك على قوانينها الداخلية. كنبذة عامة، هناك ثلاث صكوك دولية عامة وقعت صدقت عليها اليمن، منها الإعلان العالمي والعهدين الدوليين. أيضا ثلاثة صكوك دولية متعلقة بمكافحة التمييز بكافة أشكاله، لدرجة أن الجمهورية اليمنية صادقت على الاتفاقية الدولية المناهضة للفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وحياتنا اليوم في المعارك الحربية ومستنقعات السياسة تكاد أن تجد بأن التمييز مستفحل خصوصا هذه الأيام. في الحريات وقعت على ثلاث اتفاقيات، منها اتفاقية مكافحة جرائم الإبادة الجماعية، واتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والآن الجرائم تتوالى وقوانين الحصانة تبذل. وأتمنى من مؤتمر الكويت ألا يقع في بند الحصانة بهذا الخصوص حتى لا تتجدد مأساة الجرحى والمصابين والشهداء الذين أصيبوا في معترك العمل التغيير. أربعة صكوك متعلقة بالمرأة والطفل، أربعة صكوك متعلقة بالرق والعبودية والسخرة والأعراف والممارسات المشابهة والحصول على الجنسية وحق الملجأ واللاجئين. 23 صك متعلق بالعمل والعمال، واليمنيين اليوم بلا عمل وبلا بدون يعني بلا عمل ومصادر يعني رزق، هذا يعتبر مفارقة عجيبة. صح. أيضا كافة اتفاقية جنيف وهي التي نعنيها الآن، والبروتوكولات الإضافية المتعلقة بالقانون الدولي والإنساني. نعم. صدقت عليها اليمن. نعم، هذا هي مجمل ما تم في جانب الحقوق، في جانب الضمانات اتفاقية دولية. نعم. تابعنا قبل أيام قرار مجلس الوزراء بتكليف لجنة وزارية بملف الجرحى على رأسها وزير الخدمة المدنية، كيف تنظرون إلى هذا القرار؟ طيب، قبل ذلك أود أن أشير بأن اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوة المسلحة نصت المادة 12 على احترام وحماية الجرحى والمرضى، ونصت أيضا أن على طرفي النزاع الذين يكونون تحت سلطة أمر واقع أن يعاملوا الجرحى معاملة إنسانية، ونصت أيضا على أنه يتم علاج الجرحى دون تمييز ضرر على أساس
على أساس من جنس أو لون أو غيره أو معتقد، وعدم تركهم عمدا ودون علاج أو يعني أو رعاية طبية، أيضا ألا يتركوا لظروف تعرضهم للمخاطر والعدوى بالأمراض وتلوث الجروح، أن تقرر أن يكون تقرير أولوية العلاج على أساس هنالك تفصيل يعني لوحدها. ليس فقط يعني نصوص إجمالية ولكن نصوص كما نلاحظ تفصيلية في مختلف الحالات التي قد توجد في المعركة وفي أراضي الصراع يعني. نعم، أما ما يخص القرار الصادر مؤخرا بما يخص تكليف وزير الخدمة المدنية لرئاسة اللجنة، أقول بأن تكليفه كان على أساس أنه نائب رئيس الوزراء أولا قبل أن يكون وزيرا للخدمة المدنية. واللجنة بحد ذاتها دورها إشرافي، لا تعدو أن تكون دورها إشرافي، لأن الجهات إشرافي على دور وزارة الصحة أم على هيئة معينة أم ماذا؟ على دور وزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية في السلطة. القرار بعد مضي عام أنا أعتبر بأنه إخفاق رسمي في معالجة الجرحى، فالسلطة معنية بعلاج كافة الجرحى من أي طرف كان، هذا أمر قطعي. لا خروج عنه. صحيح. الأمر الثاني بأن الأصل أن أي طرف يستعد لمعركة، خصوصا عندما تكون سلطة تدعي الشرعية، يفترض أن هناك استعداد مبكر للجانب الإنساني الملازم للصراع، وإلا كيف يتم إشعال حرب على مدى عام كامل ثم يأتي القرار متأخرا بهذه الكيفية؟ من يدعي الشرعية عليه أن يعالج الطرفين وأن يكون له استعداد سابق وكامل لمعالجة آثار الحرب. أهم يعني نتائج الصراع هم الجرحى والقتلى ومآسي قد لا تنتهي، وهذا ما كان متأخرا. صحيح. برأيكم من المتسبب بطول أمد المعاناة إلى هذا الحد؟ من هو المسؤول؟ أنا أرى بأن كل أطراف الصراع في اليمن سواء كانت رسمية أو خارج عن الرسمية هي متسببة، أولا لأنها اتخذت قرار حرب ودخل الصراع، بدأ الصراع يعني دار روحه في أوساط المدنيين، والأمر الثاني هو وضع الحواجز البينية وعدم تحديد أماكن علاج واحترام تلك الأماكن، بل وصل الأمر إلى حد قصف المستشفيات. المواثيق الدولية كلها تحمي المدنيين من نتائج وآثار الحرب، فما بالكم إذا تم الدخول إلى قرى وإلى أماكن مأهولة بالسكان وإثارة الصراع والتسبب في حصار المدن؟ هذا يعتبر عمل مناهض لكافة الاتفاقيات الدولية. لكن أنتم الآن خلطتم بين التصرفات التي قامت بها الميليشيا وبين مسؤولية السلطة الشرعية، بمعنى أن الحرب من أشعلها ومن انطلق فيها بهذه الكيفية المجنونة التي نراها اليوم لم تكن السلطة الشرعية التي لوحقت وفرض عليها الأمر. في بالمقابل أيضا هذه القرى التي دخلت إليها المجامع المسلحة وورطتها في هذا الصراع لم تكن من جانب السلطات الشرعية، قد يقول قائل يعني. من لهم سلطة على الأرض هم من يتحملون الكم الأكبر من المسؤولية. مناطق الصراع المتواجدة في اليمن هناك أماكن خالية من الصراع، كان الأصل أن تكون هذه الأماكن هي مكان لعلاج تحيد وتجنب سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. نعم. هل من الممكن أن تكون يعني ضعف الإمكانيات هي السبب وراء تفاقم حالة المعاناة بالنسبة للجرحى من جميع الأطراف؟ أم أن المشكلة إدارية يعني؟ أعتقد أنها الأخيرة، أن المشكلة إدارية، لأن مسألة الإمكانات المادية أمر مستبعد على اعتبار أن هناك منظمات دولية وجهات داعمة وجانب إنساني مفعم وتم تقديم مساعدات متعددة ولم تجد طريقها للوصول. أيضا هناك ناشطين أطباء ناشطين من دول عالمية متفرقة أعلنوا استعدادهم للتواجد في أماكن الصراع ومعالجة الجرحى وتقديم العون الإنساني المجاني. فالمسألة أعتقد أنها إدارية، ولو لم تكن كذلك لما حصل ما حصل.
إذن هل ما دمنا قد توصلنا حسب رأيكم إلى تحديد المشكلة، هل من حلول مقترحة؟ الحلول المقترحة الأصل أن مفاوضات الكويت يعني تعمل حلول مستعجلة بشأن الجرحى وتحديد أماكن عبور وأماكن استشفاء معينة حتى يتم نقل الجرحى إليها ومعالجتهم وللخروج من هذه المأساة، لأن نتائج الصراع البيني هي التي تسببت، وبالتالي فهم معنيون بالبحث في هذه المسألة ووضع الترتيبات اللازمة حتى لا يتسع الضرر. إذن يرحل الملف أيضا ملف الجرحى إلى مباحثات الكويت حسب رأي المحامي والناشط الحقوقي فيصل الحميدي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في اتفاقية جنيف الأربع مادة مشتركة هي المادة الثالثة التي تشمل حالة النزاع المسلحة غير الدولية، وهذه الأنواع من النزاعات كما تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتباين تباينا كبيرا، حيث تضم الحروب الأهلية التقليدية والنزاعات المسلحة الداخلية التي تتسرب إلى دول أخرى، أو النزاعات الداخلية التي تتدخل فيها دول ثالثة أو قوات متعددة الجنسيات إلى جانب الحكومة. للتعرف على نص وأحكام المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع نتابع المادة التالية. لم يتوصل العالم إلى هذه النصوص باليسر والسهولة التي قد يتخيلها من لا يعرف التاريخ وما مرت به البشرية من مآس وأحزان بسبب الحروب، بل توصلت إليها بعناء ومشقة، ويحترمها العالم الذي لا يقارب الحروب إلا مجبرا، بينما تستهين بها الجماعات المسلحة والدول المتعالية على القانون الدولي الإنساني، لكنها لا تلبث قليلا حتى يرتفع صوتها بالصراخ مطالبة بتطبيق القانون عندما يكون في تطبيقه مصلحة لها. والحقيقة أن تطبيق القانون لا يمكن أن يتم بالتقسيط، وإلا فإنه يكون قد فقد خاصيته الأهم وهي العموم والتجريد. قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. عيسى الأصهب، تم الرصد، في أمان الله.